وكان يعتبر ياسر عرفات كان يعتبر أن كامب ديفيد أخطر عليه وأقسى من حصار بيروت عام 82. ما الأسباب وراء ذلك؟ السبب لأنه رفض التفريط في شيء، وكان حسن وغيره موجودين في ذلك. أبو عمار لما انزنق في، وأبو مازن ترك التفاوض بحجة عرس ابنه، وأنا قلتها أنا في حلقة هنا. القصة أنه أبو عمار حس حاله أنه بده حاجة تاريخية، أنه بده تنحسب عليه ضياع فلسطين في القدس وفي غيرها اللي هالحين ضاعت بالاستيطان. حاليا القدس ضاعت والضفة الغربية فوقها ضاعت، والصفقة صفقة القرن انتهت واستوت من السنة 15 خلصت. اليوم ياسر عرفات لما نتواجه مع الحقيقة رجع إلى غزة وهو يسعى للمواجهة مع إسرائيل، ويسعى لتغيير المعادلة، ويسعى بالنار وبالدم، وكان عنده حسبة أنه واحد دا خمسة فنحن مستعدين لدفع هذا الثمن. لذلك حوسر ورفض البقاء في غزة اللي كانت أكثر أمنا له، لأنه كان يخشى على الضفة الغربية ولم يخشى على غزة، لأنه غزة أهلها كانوا من الكثافة بمنع أي مشروع، وحتى الآن شايفين إحنا إيش موضوع غزة. لذلك لما ننتقل للضفة الغربية وتغير وأتينا، يعني حوسر هو مش بس حوسر ماديا، حوسر سياسيا، والعرب لم يعطيه فرصة، يعني حتى لما في بيروت منعوه من أن يلقي خطابه، حس ياسر عرفات أنه حوسر تماما، حوسر سياسيا. لذا قبل أن يأتي بأبو مازن رئيس وزراء بصلاحيات، لكن صلاحيات أبو مازن حاول يتجاوز فيها الرئيس عرفات، لذا تقرر من المجلس التشريعي أولا إسقاط حكومة أبو مازن بما ضمت في ذلك الوقت. تلك الاستقالة التي قدمها أبو مازن أنا، وهذا يضعنا أمام سؤال هام. المجلس التشريعي بقراره يعني إزاحة قرار للسلطة التنفيذية، وأين دوره اليوم في التأثير على السلطة التنفيذية؟ حينما وجد ياسر عرفت أنه خط المسيرة اللي هو قاده واللي جابه وفتح تبعته شاف أنها تنحرف عن خطوطها برئاسة جديدة، اضطر أن يتوقف مرتين في الموضوع. المجلس التشريعي كان سندا كبيرا، الآن ما لا يوجد مجلس تشريعي، بدليل أنه في مجلس لغزة وفي مجلس للضفة الغربية ومش عارفين يلموا على بعض، وحتى فتح في فتح مش عارفة تلم، وحماس أنا كمان بتمارس دور مجلس تشريعي. وهذا يضعنا